تشجيع الطلاب الكويتيين على ممارسة البحث العلمي وتنمية روح البحث لدى الجيل الناشئ، هدفان أصبح واقعا لامس ختام الدورة التدريبية الصيفية 40 لطلبة المرحلة الثانوية والجامعية، والتي حملت شعار التنمية المستدامة لمستقبل الكويت الطموح. فخور بوجودي بين أبنائي طلبة الدورة الصيفية الخاصة لمعهد الأبحاث، الدورة رقم 40. هذه الدورة اللي طبعا تمثل مصنع لأبنائنا العلماء ومستقبل الكويت من الشباب والشابات الذين يمكن يساهمون في بناء هذا البلد. على مدى 40 عاما لطلاب المرحلتين الثانوية والجامعية بغرض تحقيق أحد أهم أهدافه، وهو تشجيع أبناء الكويت على ممارسة البحث العلمي وتنمية روح البحث لدى الجيل الناشئ. حفل الختام رافقه تأكيد من وزير التربية على مواصلة الاستعدادات على جميع الأصعدة لاستقبال بدء العام الدراسي الجديد. على قدم وساق اجتماعات دورية بكل الأصعدة من مستوى الوكلاء إلى مستوى مدراء المناطق التعليمية، وطلب تقارير أسبوعية تقدم لمكتبي وبحضور جميع القيادات. هذه خلينا نقول الاجتماعات الدورية هي والاطلاع على سير العمل في الاستعدادات. النائب محمد الدلال بدوره أشار للحاجة الملحة في إنشاء جامعة حكومية ثانية تنشئ من خلالها أو خلال جامعة الكويت جامعة للدراسات العليا. احنا بحاجة إلى جامعة حكومية ثانية، وداخل هذه الجامعة سواء جامعة الكويت أو جامعة حكومية ثانية أو في الجامعات الخاصة تنشئ زين كليات للدراسات العليا. لسنا بحاجة أن ننشئ جامعة للدراسات العليا، وأنا أعتقد جامعة الكويت عندها القدرة، وكذلك إذا أنشئت جامعة يعني غير معقول أن من الستينات ما عندنا جامعة حكومية أخرى. أما بخصوص تطبيق نظام البصمة، فصرح الدكتور محمد الفارس بالحاجة إلى خطوات لتطبيق ذلك، مؤكدا إعطاء وكيل الوزارة صلاحية بدراسة الموضوع وتقديم تقرير مستعجل عنه. لتلفزيون المجلس عبد الله العنزي.